مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيدون بخدمتكم في الأمسية في البلاد اليوم للحديث مرة أخرى على قانون الاستثمار الموضوع بين أيدي نواب البرلمان للإثراء والمصادقة عليه أو التحفظ على بعض ما جاء فيه. سؤال كبير يطرح، هل سيكون هذا القانون للإثراء أم المصادقة فقط وكأنه يعني يمر دون تعديل؟ ولكن الراجح أنه نواب البرلمان سيناقشونه، سيقترحون تعديلات وغيرها. إذن نحاول من خلال هذا الحصة اليوم كذلك مناقشة أهم ما يمكن أن يقدمه نواب البرلمان من ملاحظات لإثراء هذا الموضوع، بعيدا عن يعني القراءة في نواياهم أو اعتبارها، يعني نحاول أن نقرأ قراءة إيجابية في نوايا نواب البرلمان بعيدا عن يعني المحاكمات المجانية. إذن لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة النائب علا البوثلجة، هو عضو لجنة الاقتصادية في البرلمان. مرحبا بك أستاذ علال. مساء الخير سي محمد، شكرا للاستضافة. إذن الله يسلمك. عضو لجنة المالية والميزانية. المالية والميزانية، القانون موجود في اللجنة الاقتصادية. نعم، وقلت بأنه ما حيش نديروا لكم محاكمة نوايا، يعني الأصل في الأشياء أنه تبذلون الجهد من أجل مناقشته ربما لإثرائه. طيب، أنا في هذه الأغرى عندي تعليق. تفضل. إحنا منتخبين تاع الشعب. نعم. كبرلمان، سيد رئيس الجمهورية ومنتخب تاع الشعب، الحكومة يعينها سيد رئيس الجمهورية اللي هو منتخب تاع الشعب. نعم. وأي قانون، أي تشريع يجي من عند الحكومة يمر عبر مجلس الوزراء. نعم. اللي يرأسه سيد رئيس الجمهورية اللي يمثل كل الجزائريين. صحيح. ما نفهمش كيفاش بعض الجزائريين يحبوا يقولوا بأن الحكومة تجيب بعض القوانين اللي هي ضد مصلحة الشعب الجزائري. هذا غير معقول تماما. الآن الحكومة لما تدفع ببعض القوانين هي ملزمة بإيجاد بعض التوازنات ما بين مصلحة الشعب الجزائري ككل، ما بين مصلحة الجزائر كدولة، وما بين التوازنات مرات المالية الخارجية الداخلية الأمنية الاجتماعية. كل التوازنات لازم تراعى في بعض القوانين بما فيها قانون الاستثمار. الآن قانون الاستثمار جاء من عند مجلس الوزراء، لما يجي المجلس الشعبي الوطني الأصل أنه قانون يأتي لخدمة الشعب الجزائري والجزائر من الجانب الاستثمار والاقتصاد. احنا كنواب تاع البرلمان واش هو الدور تاعنا؟ الدور تاعنا في المناقشة هو ربما التحسين. نعم. من المواد القانونية هذه بالشكل ليراعي مصلحة الدولة ومصلحة الشعب اللي هما مصلحة واحدة في نهاية الموضوع. نعم. على هذه أنا نقول بلي أي محاكمة أو أي تحامل أو أي أمر يخص يعني الجهاز التشريعي ككل. نعم. كبرلمان بغرفته أنا نظن بلي ما عندوش مكان، لأنه في نهاية الموضوع كلنا جزائريين ونخدموا لمصلحة الجزائر. طبعا هذه مؤكدة. نحن أنا باش عفيتك من موضوع المحاكمة. قلت بأنه لا، حتى المحاكمات المجانية هذه يعني لا أرى لها مكان يعني في النقاش. المهم كل واحد عنده وجهة نظر ومحترمة وتخضع للنقاش والآراء. أستاذ علال، الآراء لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. أكيد. يعني الحقيقة تبقى نسبية. طيب الآن إذا كان ممكن باش المشاهد الكريم يفهم ما هي المراحل اللي راح ياخذها القانون او خرج من الوزاره الاولى، يعني بعد موافقه مجلس الوزراء بقياده رئيس الجمهوريه، يعني ماهوش مجلس حكومه بل مجلس وزراء، نزل الى البرلمان. الان ما هي الخطوات اللي ياخذها القانون؟ نذكروا بالنسبه لقانون الاستثمار انه مجلس الوزراء درس القانون 3 مرات. نعم. سيد رئيس الجمهورية رجعوا مرتين، وفي الثالثة ولأول مرة منذ راهو رئيس الجمهورية خصص له مجلس وزراء خاص بقانون الاستثمار. نعم. هذا وش يعبر؟ ومن حق رئيس الجمهورية أن يطلب قراءة أخرى حتى بعد مصادقة النواب له. أكيد. وهذا وش يعبر؟ يعبر على مستوى الوعي. نعم. والأهمية المطلقة اللي يعطيها سيد رئيس الجمهورية والحكومة ويعني السلطات العليا تاع البلاد للموضوع هذا تاع الاستثمار. لأنه الخلفية وشنو هي خلفية تاع اختلالات كبيرة كانت في قانون الاستثمار اللي فات. نعم. ودرنا يعني به الكثير من الأخطاء اللي
ماهوش فقط وقفت عجلة الاقتصاد ولكن أخرته إلى الوراء وتسبت يعني في مشاكل كبيرة الناس يعرفوا نتائجها اليوم. اليوم بعد ما يصادق مجلس الوزراء عن طريق الأمانة العامة للحكومة القانون، مشروع القانون يتوضع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني. مجلس الشعبي الوطني لما يجتمع رئيس المجلس مع النواب نتاعو يحيل مشروع القانون للجنة المختصة، في هذه الحالة هي اللجنة الاقتصادية. نعم. وكاين بعض القوانين اللي فيها فصول يشتركوا فيها زوج وثلاث لجان. هذه أول دير لجنة اللجنة الاقتصادية تجتمع وتستمع إلى وزير القطاع اللي هو يقدم مشروع القانون أمام اللجنة. نعم. وتم تكون كاينة مناقشة تاع أعضاء اللجنة اللي ما عندهمش الحق يناقشوا داخل الجلسة العلنية. نعم. كل لجنة تناقش قانون أعضائها ورئيسها ما عندوش الحق يناقش القانون داخل في الجلسة العلنية. يعني باش نكونوا واضحين، لما احنا مثلا القانون المالية أعضاء لجنة المالية والميزانية ما عندهمش الحق يناقشوا في الجلسة العلنية. مفهوم. نعم. صح. بعدها تكون كاين تقرير تمهيدي أول اللي يديروا لجنة الشؤون القانونية وتحيلوا على الجلسة العلنية. هذا التقرير التمهيدي الأول ممكن أنه يحمل اقتراحات تعديل المواد، ممكن يحمل من يقترح هذه الاقتراحات؟ النواب أعضاء لجنة اللجنة الاقتصادية. وبعدها مقرر اللجنة مع نائب الرئيس والرئيس مع اللجنة يختصروا هذا الموضوع في تقرير ثم التقرير التمهيدي. نعم. هذا التقرير التمهيدي يقرأ على أعضاء على البرلمان النواب. نعم. في الجلسة العلنية. نعم. مع اقتراحات التعديل اللي يديرها لجنة الشؤون الاقتصادية في هذه الحالة. في الجلسة العلنية يجي الوزير تاع القطاع مرة أخرى أو الوزير الأول حسب الحالة، يجي هنا وزير الصناعة يقدم مشروع القانون أمام الجلسة العلنية، وهنا تبدأ المناقشة العلنية. لما تخلص المناقشة العلنية إلا كاين بعض النواب حابين يدخلوا تعديلات على بعض المواد، هنا يستلزم القانون الداخلي نظام الداخلي والقانون العضوي 10 نواب يمضيوا باش يكون كاين مندوب تاع التعديل وهو يدير اقتراح نتاع التعديل ويقدم مرة أخرى إلى اللجنة الاقتصادية. إما أن ترفضه أو أن تقبله. هذا ويروح مندوب التعديل تسمعه اللجنة الاقتصادية بحضور ممثل الحكومة اللي هو وزير الصناعة، وإما اللجنة الاقتصادية تطلب منه أنه يتمسك بالتعديل تاعه، إذا كان يتمسك راح يروح للانتخاب في الجلسة العلنية، إذا كان يعني يتنازل عليه ويتنازل عليه ثم، أو يكون كاين داخل اللجنة الاقتصادية توافق على صيغة لتعديل المادة أو اقتراح مادة جديدة أو حذف مادة. نعم. لما نشوف المرحلة النهائية الجلسة العلنية تجي بعد تقرير نهائي ديروا اللجنة بناء على مندوبية التعديل واش كاين التعديلات، كي نجيو في الجلسة العلنية نصادقوا مادة بمادة بالنسبة للمواد المتعلقة بالتعديلات. نعم. يا إما حذف مادة أو إضافة مادة أو تعديل مادة يعني بالزيادة أو بالنقصان أو بتغيير المفهوم أو بتغيير يعني الكلمات. وبعدها لما نصادقوا مادة بمادة، المادة اللي فاتت هي فاتت، اللي ما فاتتش هي سقطت، نصادقوا على القانون بمجمله باش يمشي لمجلس الأمة اللي نفس الإجراءات تتبعهم بعدها. نعم. طيب الآن ما هي أهم النقاط اللي ربما أثارت انتباهكم وفي قانون الاستثمار هذا اللي راه مشروع القانون اللي راه موجود الآن يعني، وتحتاج في تقديركم إلى تعديل أو أنه دار حولها الحديث في البرلمان عند النواب على أساس أنه المادة الفلانية ينبغي أن تعدل أن تثرى أن كذا إلى آخره؟ شوف، هو القانون في مجمله رفع شعار التسهيل والتبسيط والشفافية. نعم. هذه هي المحاور الكبيرة اللي يحملها هذا قانون الاستثمار الجديد. علاش؟ لأنه واش كنت نقول لك مقبلا أنه كاين خلفية تاع قانون استثمار قديم اللي غابت عنه الشفافية، حضرت فيه كثير الإجراءات البيروقراطية. نعم. وغابت فيه النوعية في الاستثمارات. هذا القانون الجديد جاء على ثلاث محاور: محور يتكلم عن المستثمر، محور يتكلم على المؤسسات، ومحور يتكلم على حماية مصالح الدولة. لأنه في القانون القديم كذلك الحماية تاع مصلحة الدولة كانت شوية غايبة. الآن كي تقول حماية مصلحة الدولة بمعنى حماية مصلحة الشعب، حماية أكيد الخزينة العمومية. هذا هو أنه ما نغامروش باستثمارات غير مضمونة. هذا هو. نجيبوا المستثمر نحطوه يعني أمام كامل التسهيلات اللي لازم، نبسطوا له الإجراءات. نعم. نوفروا له الظروف نتاع الاستثمار. بعدها نتكلموا على المؤسسة واش رافقوها من تسهيلات، من إعفاءات. نعم. من يعني تحضير للمحيط، ولكن بالمقابل هذا الشيء لازم نحافظوا فيه مصالح الدولة. ماشي أنا نجيبك نعطي لك الأرض، نعطي لك كامل إعفاءات جبائية وجمركية في التسجيل في الأرض في هذه،
وربما نكون هذاك الشيء العقد الامتياز يكون لك يعني مدخل لقرض بنكي كريدي بنكير وبعد ما نشوفه والو. طيب ما هي الآلية؟ أنا كنت راح نسقسيك على هذه المسألة هذه، هو أنه باش يفهم المشاهد الكريم أنه الامتيازات والعطايا والمنح والتسهيلات وغيره التي تعطى للمستثمر هي في النهاية سي ليرجي تاعي، ليرجي تاعك، سي لامبو، سي الاقتطاعات، سي أموال، أموال أموال الجزائريين، أموال الشعب الجزائري، عرق الجزائريين. طيب الآن في قانون الاستثمار، هذا السؤال الذي يطرح يا أستاذ علال، هل قانون الاستثمار هذا فيه مبدأ أنه المستثمر مطالب ببذل جهد أم بتحقيق نتيجة؟ يعني أنا مستثمر نجي كما يقولوا سامحني بالعامية زيد من الزيتونة والحوت من البحر، الدولة تعطيني كل امتيازات ثم أنا ما ندير والو ولكن لا أحاسب، أم أنه فيه محاسبة؟ لما نقول محاسبة لا تعني بضرورة السجن وغيره، ولكن على الأقل كاين مهل، كاين أجل، ما قمتش بالاستثمار تاعي دولة تنحي لي الامتيازات اللي استفدت منها. هو شوف، هو الآلية الوحيدة اللي تقدر تفرضها على مستثمر هي المتابعة. طبعا انك لما عندكش الآليات نتاع المتابعة واحترام الآجال القانونية اللي موجودة في دفتر الشروط اللي هو يعني مستقى من القانون، ما راحش يكون كاين آلية واحدة أخرى. الآن تأخذ هذه المرة مثلا، الاستثمارات صنفت إلى ثلاث استثمارات. نعم. كاين تاع القطاعات اللي هي القطاعات الاستراتيجية، نتكلموا على المناجم، نتكلموا على الفلاحة، الصيد البحري، القطاعات. كاين المناطق، المناطق مهم جدا على حساب الأهمية تاع المناطق، وكاين التالتة على حساب الهيكلة. في ثلاثة، واش تقصد بالهيكلة؟ واش المقصود؟ هي سي 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 لي بروجي ستركتور، يعني كي نقولوا استثمار ان بروجي ستركتور يقدر يكون طروت. سي ان بروجي ستركتور نتاع الاستثمارات الهيكلية اللي تقدر متعلقة بالهيكل، هذا هو يكون عندها، يكون عندها توجه نتاع ان بروجي اللي فيه منفعة عمومية. نعم. ويكون داخل في الهيكل تاع الدولة. هذا هو. هنا كل على حساب كل استثمار كاين أجل. بالنسبة نتاع القطاعات الاستراتيجية الأجل كانت قصيرة 3-5 سنوات. لازم يكون الاستثمار نتاعك يكون خلاص بدا ومشى. نعم. والأمور مشات. الاستثمارات الأخرى اللي متعلقة بالمناطق نظرا لخصوصية المناطق والشساعة الجزائرية والمشاريع الهيكلية اللي هي عادة ثقيلة ويعني الرنتابيليتي تاعها، هنا الإعفاءات ما بين 5-10 سنوات، يعني أجل إنجاز وكل شيء ما بين 5-10 سنوات. هذه الآليات هي اللي تخلي مؤسسات الدولة الأخرى المتعلقة بالمراقبة على الاستثمارات. الآن كان عندنا الوكالة الوطنية، الآن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غيرت حتى التسمية. علاش؟ باش تكون كاينة مرافقة، متابعة دقيقة، وما يكونش كاينة دو ليزيتاسيون، يعني ما يكونش كاين تخوف بالنسبة لاتخاذ الإجراءات. يعني. هذا ما يكونش كاين تردد في اتخاذ الاجراءات السريعه والرضعيه. ما مشاش المشروع نتاعك، نسترجعوا الارض وننطلقوا مع مستثمر واحد اخر. ما نبقاوش نتعبوا في الفلوس. وكذلك الشيء المهم انه بالنسبه للشباك الواحد، الشباك الواحد على الاستثمارات الداخليه وحده والخارجيه وحده. علاش؟ باش ما نمشيوش بلا ميم فيتاس. ما معناتهاش باللي انه الاستثمارات الخارجيه هي اهم ولا الاستثمارات الداخليه ماهيش مهمه. تقدر تكون عندك استثمار داخلي برأس مال داخلي بلك يجيب نتيجة بالنسبة للشغل وبالنسبة. نعم. للتصدير وبالنسبة للمواد الأولية ربما أحسن، خير من الاستثمار الأجنبي، خير من الاستثمار ممكن يكون هذا. ولكن بالمقابل احنا الهواجس الكبيرة اللي عندنا بالنسبة للبيروقراطية وثقل الإجراءات راهي مع الجانب الخارجي. حابين سريعا عاودوا نسترجعوا ثقة المستثمرين الأجانب. لأنه نقول لك في السنوات الأخيرة هذه بالمقارنة مع المحيط اللي كانت تكلموا مثلا على حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني الاستثمارات الخارجية في الجزائر الوجهة الجزائرية مش وجهة يعني محبذة كثير. طبعا يزيدوا الاستثمارات المباشرة في الجزائر قليل، ما نخبوش قليل، ضعيفة قليل جدا يعني. قليلة وضعيفة وجات بالك من جوايه لربما بناء على علاقات يعني سياسية. صحيح. استراتيجية، تلقى مثلا استثمارات تركية قطرية، تلقى استثمارات. نعم. قطرية. ولكن ما عدا هذا يعني الدول المتقدمة الكبيرة أنا نتوقع أنه فيها جانب تاع موقف سياسي، ولكن بالمقابل إحنا ثاني تأخرنا وعطينا واحد
التفاضلية الكبيرة يعني الجهة الأخرى اللي خلت الأمور مغلوقة علينا، يعني بقينا تقريبا في استثمارات هكذا يعني صورية شكلية، ولكن استثمارات قوية مع نقل التكنولوجيا مع أموال تضخ مع استثمارات في العمق ما شفناش، يعني ما شفناش للأسف الشديد. طيب هناك مسألة أخرى أستاذ علال، أنا قبيل سقسيتك، هل المستثمر اليوم مطالب بأداء عمل أم تحقيق نتيجة؟ فهمتنا وفهمت مشاهد كلام أنه مطالب بتحقيق نتيجة وإلا تسحب منه الامتيازات اللي هي أموال الشعب الجزائري. هناك أمر آخر كذلك، هل قانون الاستثمار هذا الذي جاء في النص، نص مشروع قانون الاستثمار، هو يتحدث عن بيئة أعمال ولا قانون استثمار اسمه دروات دون سيبوت كما يقولوا ما فيهاش، أم يتحدث ولو تلميحات إشارات يون فيزيون لبيئة أعمال في الجزائر؟ شوف أنا نقول لك، قانون هو قانون طبعا ما يقدرش يكون عنده لا إيحاءات ولا خروج على النص. هو القانون متعلق بموضوع، موضوع الاستثمار. الآن كل ما يحيط بالاستثمار، لأنه اللي يتوقع بأنه راح بقانون الاستثمار نحل كامل المشاكل اللي راهي في الجزائر، راهو يعني يجانب الصواب، لأنه الاستثمار ماهوش متعلق فقط. الشعب الشعبوي يقول لك حلوا لنا غير مشكلة الاستثمار فقط، معليش مشكلة مشاكل أخرى رانا صابرين عليها، حلوا لنا مشكلة الاستثمار فقط. لا ولكن الاستثمار ماهوش متعلق، أنا يعني سامحني أستاذ أمزح معك يعني أني معك وأني فاهم الموضوع، ولكن حبيت نقول لك بأنه ما يكفيش أنه قانون الاستثمار وحده يحل كامل المشاكل، لأنه علاش نتكلموا على قانون الاستثمار؟ المستثمر لازم له بنوك، لازم له التمويل، لازم له قانون الصرف والنقد باش يحول الأموال للخارج ويدخل الأموال من الخارج. ولكن كل هذه أو بعضها أستاذ علال، القانون راه أشار إليه. نعطيك مثال، نتكلموا على قانون الاستثمار، تكلم كذلك على العقار، تكلم على حركة رؤوس الأموال. أكيد يعني أنا في تقديري هناك إشارات إلى بيئة الأعمال، يعني هو ما يقدرش يصمت عليها وما يقدرش يتغاضى عليها، ولكن ما يعالجهاش. هذا واش حبيت نقول لك، قانون الاستثمار ما يعالجهاش، لأنه كل واحد والمطلوب أستاذ أنه المنظومة كامل تراجع. نعم هنا شفنا مثلا أسبوعين قانون الاستثمار جاز في مجلس الوزراء، أسبوعين اللي مرة شروط الاستفادة من العقار الصناعي جاز في مجلس الوزراء وراي جاية كذلك البرلمان. شفنا قانون المناطق الحرة، قانون المناطق الحرة اللي جاز البارح المناقشة نتاعو في المجلس الشعبي الوطني كذلك عنده علاقة. جاي القانون اللي البارح تاع العمل والتشغيل تاع يقدروا حتى عمال يروحوا يديروا مؤسسات، يحط ميزون ديسبونيبيليتي، هذه كذلك تدخل في إطار الحركية كذلك الاقتصادية والحركية التجارية. كل شيء اللي راهو يتم يعني المراجعة نتاعو يدخل في إطار الدفع بالعجلة الاقتصادية. دونك انت جاي حاب دير يعني استثمارات، لازم لك كذلك تعالج المنظومة تاع النقل نتاعك. لازم الناس ما تبقاش ثلاث شهور يتحوس على بي دافيون ولا تحوس على بي دو باطو ولا باش يجيب دو ماتريال يخلص 5 فوا بلوس واش يخلص ديستيناسيون واحده اخرى. صحيح هذه كذلك تدخل في بيئه الاعمال. لما انت القنصليه نتاعك تشد الناس شهرين باش يديو الفيزا، هذه ثاني تدخل في بيئه الاعمال. نتكلموا على قانون الاستثمار، معليش نقدروا نسهلوا بالنسبه للعقار، نقدروا نسهلوا بالنسبه للاعفاءات، ولكن هذا الشيء كامل لازم له كذلك ان القطاعات الاخرى تمشي. وهنا انا نقول لك حاجه، كل شيء متعلق كذلك بالتمويل، كل شيء متعلق براس المال، متعلق بالجانب البشري، لازمنا كذلك نرافقوا من الجانب البشري. ليزونيفرسيتي تاعنا، الجامعات تاعنا ما يبقاوش جامعات وخلاص، ما يبقاوش صم جامعه وقاعده البوهيمه ودا ديبلوم وراح، لازم التفكير هذا، ولازم التفكير في اليات باش الناس نحضروهم يروحوا يخدموا مباشره، ما يروحوش يدي شهاده باش يروح يخبيها في الدار. صحيح هذا هو الاشكال اليوم. هذه كامل الاجراءات كذلك اليوم راكي نتكلموا على الشغل، لازم هذه المنحه تاع البطاله ما تقعدش ايترنال، هذه ما تقعدش الى نهايه العالم، لازم مباشره الاستثمارات باش نروحوا نقصوا الضغط على الخزينه العموميه. لانه الا كان كل شهر نخلصوا مليون شاب او اكثر من حته البطاله وسوق العمل ما تستقطبش هذو البطالين، شحال تقدر الخزينه العموميه تغطي لك كم عدد السنوات؟ صحيح. كم عدد الاشخاص؟ هذه كامل هي منظومه برمتها وجب العمل عليها. الان قانون الاستثمار مهم جدا، لانه حجر الزاويه، لانه او عندنا احساس انه على مستوى الولايات، لانه الاستثمار والكالبيراف وكل شيء كان على مستوى الولايات. عندنا احساس، وهذه حقيقه ماهوش فقط احساس، الامور متوقفه طبعا،
ناس راهي مربعه يديها وراهي تقول ما كاش قانون الاستثمار وراهي تبرر ربما التخوفات نتاعها باش ما يمضيش باش ما يتحملش المسؤوليه. قال حنا طونك قانون الاستثمار راه متوقف ما كاين. طيب وهل في تقدير يعني من حبيت لو كان تعطينا حوصله هكذا السؤال اللي طرحته عليك منذ قليل، يعني اللي بروي كيكور في البرلمان شو الحديث يعني حول المواد اللي ربما أثارت الانتباه، ربما محل حديث نقاش بين النواب وغيره، مادة ما راهي محل إجماع، أعطينا التحفظات تاعكم على هذا القانون. والله شوف أنا أقول لك هي الأشغال انطلقت البارح تاع اللجنة الاقتصادية، أنا حبيت نسرق بعض المعلومات ولكن أشغال اللي جان هذه تكون مغلقة وتكون يعني تقريبا سرية يعني ما في مجال يعني محدد، ولكن حتى الآن أنا نقول باللي يعني كانت عندي فرصة تحدث اليوم هذا بعد ما اتفقنا على الحصة تحدث مع 3 أو 4 من أعضاء اللجنة الاقتصادية، كاين توجه إيجابي نتاع القانون مهم جدا. الناس ثمنت كثير الأمر تاع المناطق لأن القانون الاستثمار اللي فات كانت الناس يعني هاربة غير لهنا للشمال وتحب غير الولايات اللي قريبة من الموانئ وتحب الولايات اللي قريبة من الهياكل وتحب الولايات اللي قريبة من المؤسسات تاع الدولة. الآن بالقانون هذا وبالتحفيزات هذا لما أنت يعطيك يعني إعفاءات ب5 و10 سنوات ويعطيك إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية وإعفاءات وإعفاءات وتكون يعني عندك أكثر حظ باش تدي مساحة أكبر تقدر يعني بالنسبة للهضاب العليا وبالنسبة للصحراء الكبرى وكل شيء يكون كاين استثمارات حقيقية، وهذه تنقص الضغط على الجزائريين. نعم نديروا فاصل أستاذ ونعاودوا نوليو للحديث حول لأنه ماذا بيا نعطيك الوقت نسمع منك أهم ما أثار يعني أو شد انتباه نواب البرلمان. المشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش، فابقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. نحن نتحدث دائما كما قلنا عن قانون الاستثمار، هذا القانون اللي ممكن يعني يقذف بالجزائر إلى مصاف أفضل من التي هي عليه الآن. نحن محكوم علينا يعني أن نشمر على سواعدنا وأن نعمل وأن نشتغل لضمان يعني أمننا القومي متعلق بالغذاء بالصناعة بغيره، لأنه العالم يتحرك يتحول يتطور، والتأخر الآن أو البقاء في يعني celui qui n'avance pas recule يعني الآن استدراك الوقت صعب جدا خاصة أمام تقادم تكنولوجيا اليوم تولد اليوم تكنولوجيا بعد يومين 3 أيام تصبح يعني في خبر كان متقادمة، يعني لذلك ينبغي أن نعجل في يعني المصالقة على قانون الاستثمار وغيره من لتحسين بيئة الأعمال. نحن نناقش الموضوع رفقت الأستاذ علال بوثلجة وعضو لجنة المالية في البرلمان باش ما نغلطوش. إذن قلت لك أستاذ سؤال، ما هي المسائل التي شدت انتباه النواب يعني إما إثراء أو تحفظا أو إلغاء أو غيره؟ يعني تاني شوف كنت نتكلم على الأشياء الإيجابية فمن بعد نقوله ما هو يعني ربما يستلزم تعديل. لأول مرة الوكالة الجزائرية للاستثمار هي تحت سلطة السيد الوزير الأول. نعم. وش معناتها؟ كانت تحت سلطة وزير الصناعة. والكثير من الاستثمارات فيها التدخل تاع القطاعات. الوالي وزير صناعة. وربما هو الاستثمار متعلق بوزارة الفلاحة ومتعلق بوزارة الطاقة ومتعلق بوزارة أخرى. وتلقى أن وزارة من الوزارات هي يعني مكلفة به اللي هي وزارة الصناعة. الآن لما الوكالة الجزائرية. في بعض الأحيان سامحني أستاذ في بعض الأحيان. وزارة الداخلية. إيه بعض كل وزارة تقدر تكون معنية، حتى وزارة الثقافة تقدر تكون معنية. نعم. لأنه الناس غدوا يجي يدير مسرح يحب يستثمر مثلاً في المسرح أو في الأوبرا ولا خل لازم لك وزارة الثقافة تدخل في الموضوع. هو الملف محطوط عند وزير الصناعة. عند الصناعة. هذا كان مشكل كبير. اليوم الوكالة الجزائرية للاستثمار اللي خلفت الوكالة الوطنية تحت سلطة الوزير الأول. مادام هي تحت سلطة الوزير الأول تضمن أنه كاين تنسيق بين القطاعات. نعم. وهذه مهمة جدا وكانت يعني محل
في كل مرة خلافات ما بين القطاعات الوزارية ومحل تعطيل كبير نتاع الملفات، الملف وزير الصناعة يبعث الوزير الفلاني والوزير الفلاني يرد، ومن بعد كاين تحفظات ومن بعد حكايات ومن بعد وما كاش تجانس، ومن بعد كل واحد يولي يحب يشوف في روحه باللي هو صاحب الملف. هذا إشكالية ثانية رفعناها. كذلك أنه اليوم كاين لجنة الطعن تحت رئاسة في رئاسة الجمهورية، تحت سلطة رئيس الجمهورية، يعني كاينة لجنة مختصة على مستوى رئاسة الجمهورية. وهذه اللجنة هذه واش تصبح عندها القوة تاع رئاسة الجمهورية، يعني من بعد القرارات نتاعها تكون عندها القوة اللي لازم، لأنه الواحد وقت شي يطعن لما يحس روحه محقور. طبعا ما دام الناس تحس روحها بأنه ما داتش حقها هنا، ما كاش سلطة بعد سلطة رئاسة الجمهورية. وهذا كذلك مهم، لأنه حتى رئاسة الجمهورية تضمن أنه كل القطاعات تكون تحت الغطاء نتاعها. نعم. هنا هذا إشكالية كبيرة تاني حينا مهم جدا. ما بين الإشكاليات اللي يعني اللي ممكن تخلق هي ما ترك للسلطة التقديرية للجنة اللي تحدد الاستثمارات وكل شيء. هنا أنا أقول بأنه كل ما توسع الاستشارة كل ما يكون أحسن، باش على الأقل كل ما تكون كاينه مشاركه، كل ما تكون كاينه اراء احسن، والانتقاء نتاع المستثمرين ونوعيه الاستثمارات والقطاعات وكل شيء يكون محل اجماع. حتى ولو كان محل اجماع مش محل اجماع، يكون محل يعني راي الاغلبيه المطلقه، حتى يكون عندنا حنا، لانه الهدف من الاستثمار وشنو هو، واش كنت تقول مقبله هو النجاح. طبعا الا كان الاستثمار ما نطولوش حظوظ النجاح، نروحوا نحكموا حنا نديروا ان اوتيل 5 ايطوال في بلديه نائيه اللي ما عندها حتى مقومات تاع 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 سياحه. نعم. هذا هو محكوم عليه فشل، هو استثمار، هي اموال. نعم. هي هي شي ندار، ولكن بالمقابله المردوديه نتاعو راح تكون يعني ضعيفه او منعدمه. هنا يعني هذا استثمار مأول الفشل. هنا هذه اللجنه هذه استاذ، هل في القانون اختصاصها هو وضع السياسات العامه للاستثمار ام قبول ورفض مشاريع استثمارية؟ لا، الاستراتيجية الوطنية، استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار يضمنها المجلس الوطني للاستثمار. طبعا لوسياني، هو اللي يتكلف بوضع الاستراتيجية العامة. من بعد الشباك الواحد واللجنة والكفاءات اللي فيه تدرس الملف كملف، ما درس استراتيجية عامة. الاستراتيجية هي موضوع. نعم. لما تجي اللجنة تاع الشباك الواحد تحط الاستراتيجية أمامها، بناء على الاستراتيجية هو واحد من المعايير تاع الانتقاء تاع المشاريع. ما يخرج الانتقاء تاع المشروع من الاستراتيجيه العامه، سي كوم سي تحط ان بدو، يعني تحط مخطط تاع التهيئه والتعمير، ومن بعد تجي دير لو بوس، يعني المخطط تاع شغل الاراضي. ماشي هذا، ماشي هذا يقول هذه ارض فلاحيه وانت تروح تحط فيها. لو كان يكون ان ديزيكيليبر، سامحني يعني ما ادير، انا نهضر معك بلغه كيف ان ديزيكيليبر، يعني المستثمر اذكى وافهم وكذا من هذه اللجنه هذه، يقدر يصرى هذا. اذا كانت هذه ما اللجنه هذه ما عندهاش مستوى لتقييم، لانه انت تتكلم مع الجزائريين اليوم يقول لك مشكلتنا انه الاداري، سامحني انا لا اطعن في الاداريين، ولكن انا كنسمعوها برا، يقول لك الاداري قاعد دونزان بيرو كليماتيزي ولاباس عليه ويدير قوانين، ما يعرفش السوق، لا السوق تاع روفيغو ولا الكاليتوس ولا يعرف البور ولا ما يعرفش مسكي ولا السمار ولا ما يعرفش، فيدير قانون وكانه قانون جمل مريخ. يعني هل ما نقدروش نوقعوا في هذه الإشكالية هذه تحت غطاء السلطة التقديرية؟ يعني المجلس الوطني للاستثمار مدام هو حط الاستراتيجية وعنده الأهلية أنه يستشير أي واحد من الاختصاصيين ومن غير الاختصاصيين اللي ممكن يفيد بأي طريقة كانت حتى يعني يطور من الاستراتيجية هذه، يحينها، يعطي أفكار جديدة، يخرج بموضوع يعني جديد، هذا يبقى المجلس الوطني للاستثمار. انا ما نشوفش بان المجلس الوطني للاستثمار راهو اداري يعني مغلوق، بل بالعكس بلي فيه الكثير من الكفاءات وممكن انه يستعين بكفاءات اخرى. الان على مستوى اللجان تاع الشباك الواحد على حساب واش جا من المشروع، هنا راح يكون عنده قوه اكثر، لانه القطاعات راح تكون ممثله بناس دائمين واللي عندهم سلطه اتخاذ القرار. لانه واحد الوقت تجيب اللجنه ومن بعد يجي ويقول لك هذا، يقول لك من بعد انا نشاور المدير ولا انا نشاور الوالي ولا نشاور الوزير ولا الان لا، كاين سلطه اكثر، حريه اكثر للجان هذه. على هذه الناس هذو مدعوين انهم يحطوا الكفاءات نتاع الصف الاول، لانه بيني وبينك واش كان يصرى،
هذا النوع من لي كوميسيون هادو ما اكسترن يعني من اللجان الخارجيه جينيرالمون المسؤول يبعث هذاك اللي ما يخدمش اللي ما يرونديش يقول له راح فون ريبريزونتي في لا كوميسيون هادي وهو اللي سور بلي سيدي نو ديسيد با سو دي كل حاجه حيرجع ليه قال له ودي الملف هذا واش كيفاش نديرو فيه والامور هي تتعطل والبيروقراطيه هي لا هنا الناس سيونس تونونت يمد لافيتي هذا حاضر في الجلسه تما تمد رايي فوز ات ريسبونسابل دو لا في دو سيكتور كو ريبريزونت القطاع اللي تمثلو انت راك مسؤول عليه باش تعطي الراي نتاعو بالموافقه بالتحفظ او بالرفض انا اقترح نسقسيك سؤال اخر استاذ علال هو انه كاين واحد التخوف هكذا مع الناس تكتب فيسبوك ناس متخوفين يقول لك فوالا خايفين انه راح يرقمنوا البيروقراطيه يعني نحكي في قانون الاستثمار الشباك الواحد وغيره أنه هو بمثابة رقمنة البيروقراطية ما مدى صدقية هذا التخوف هذا يعني شوف هي الآن ديجا في حد ذاتها وضع منصة رقمية موضوع الاستثمار هو تقدم كبير جدا يفتح آفاق واسعة للشفافية طبعا ما راحش نلحقوا في زوج سوايع إلى الشفافية التامة ما راحش هذه المنصه الرقميه راح تكون هي الاحسن المنصه الرقميه هذه يكون اسم لالجيريان لومبدا هكذا عنده ان اكسي يشوف باللي فلان حط وفلان كذا وفلان كذا انه انا نتوقع ما لحقناش انا مازال ما تحطتش هذه المنصه باش نعلقوا عليها ولكن انا نتوقع انه المهتمين في المجال هذا والاختصاصيين والفاعلين راح يكون عندهم الحق في الاطلاع على واش يلزم يطلع راح يطلع مثلا على الاراضي اللي موجوده المناطق نتاعها راح يطلع على نوعيه الاستثمارات راح يطلع على لي زابيل دوف مثلا العروض اللي تتقدم راح يطلعوا على العمل تاع الليجان محاضر الليجان هذه كامله نتوقع انه تكون في يد المتعاملين الاقتصاديين حتى يقدروا يتفاعلوا معها دونك اذا كانت تخلق منطقة صناعية في مكان ما ودبو شالوري يعني الانفورماسيون ني با ديفوزي علاش دير منصة رقمية الى اليوم خيرت الاستثمارات هذه وماشي هذه على حساب القطاع ولا على حساب المنطقة ولا على حساب الهيكلة ومن بعد انت ما تديفوزيش المنصة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص هذا وثاني نتكلموا مثلا على الشباك الواحد الشباك الواحد بالعكس ماهوش بيروقراطية هو قضاء البيروقراطية البيروقراطية واش معناتها أنه يكون عندك بلوزيور انترلوكوتور يكون عندك متحدثين ومخاطبين كثيرين اللي تعبوك الجزائري واش يقول لك يقول لك تروح لعند هذا يقول لك روح عند هذاك هنا الشباك الواحد سي ان سول انترلوكوتور مخاطب واحد هو واحد على هذا وعنده سلطة القرار ويجيب دون لي ديلي عنده اجال قانونية هو ملزم انه يجاوب بحضور اعضاء الموافقه او بالاجابه وعندك حق الطعن وعندك حق الطعن امام هيئه اللي تراسها او يشرف عليها سيد رئيس الجمهوريه نظن بلي قليل وين تلقى هذا المستوى تاع الشفافيه انا نقول لك بانه التحدي الكبير بالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه بالنسبه للحكومه بالنسبه لنا كجزائريين هو استرجاع الثقه تاع المستثمرين الجزائريين كانوا جزائريين في الخارج كانوا لانه مهم جدا استقطاب رؤوس الاموال لانه كاين الالاف من الجزائريين مش غير رؤوس الاموال استاذ حتى دوك نحبوا ولا نكرهوا استاذ اللي عايش في الخارج اسمها هارب علينا احنا هنا في الجزائر نقرنوا ليله ولو الان اصبح العالم قريه فمن حيث الفكره من حيث شاف عاش احتك وغيره ولكن هي النتيجه نتاعها وشنو هي رؤوس الاموال طبعا. لأنه في نهاية الموضوع الأمر هو أمر مالي اقتصادي محض احنا حابين ندير اقتصاد باش ننوع نهربوا شوية من البترول اللي ما قدرناش يعني نخرجوا من القوقعة نتاعو منذ الاستقلال هذه مشكلة كبيرة المشكلة الأخرى هو أنه المصدر نتاعنا راه واحد هنا خطورة كبيرة جدا علينا تقدر تجي أي أزمة من نوع ما تقدر يعني بمرور الأيام تقضي علينا لأنه طبعا. راك تشوف بانه الحرب راهي متسارعه وتتخذ اوجه مختلفه في كل مره الناس راهي قاعده تفكر في الجهه الاخرى الان جازوا من نتكلموا مثلا على لا كونسوماسيون تاع السيارات باسكو هي وحده من اهم المجالات اللي تكونسومي فيها لو بترول اليوم راهم ماشيين الهيبريد راهم ماشيين الفيكول الكتريك ماشي راهم ماشيين مشاو يمكن ملايين السيارات في العالم راهي تمشي بالطاقه الكهربائيه
هذا سيتون سونير دالارم، هذا اندر، لانه الطاقه نتاعك ربما يوم من الايام الناس حتتخلى عليها. الان الازمه ما بين روسيا واوكرانيا، لكن شفت الاوروبيين اليوم راهم عطاو ميزانيات ضخمه للتطوير نتاع لي زينيرجي رينوفلاب، يعني تاع الطاقات المتجدده باش يتخلوا على الغاز. لما يتخلوا على الغاز الروسي يكون متاكد بان الغاز تاعك راح يكون مهدد، صحيح، لانه هذا ماهوش فقط روسيا، هذا العالم المتحرك. إذا كان احنا ما فهمناش الرسائل هذه بسرعة على المدى المتوسط، يعني كي نتكلم المتوسط أنا نقول بالعشر سنين الجاية، نعم، راح تكون فيها تحديات كبرى جدا للجزائر. وفي هذا السياق أستاذ هلال سامحني نطفل عليك، أنه هناك كثير من الحرف والمهن الآيلة للزوال، يعني فادو ديسباريسيون. يعني هل اليوم ما زال تعرف أنت في الجزائر اللي يخدم النحاس ولا مثلا كاين واحد المهن هكذا اللي انقرضت بفعل التطور؟ فنعطي مثلا تيتر ديكزومبل، يعني سائق السيارة، شوفر دو تاكسي، يعني سيارة الأجرة ربما في أوروبا من سنتين ثلاث يصبح ما كاش سائق أجرة، كاش حاجة يسموها سائق. شوف أنا أقول لك، احنا بالنسبة لهذه المهن والحرف احنا ما عرفناش نحافظوا عليها، فهم، نعم، لأنه ما قدرناش نروح حقيقة إلى تشجيع هذوك التعاونيات العائلية. كاين الكثير من الدول، لما تأخذ مثلا دول تاع أمريكا الجنوبية، هذوك المكسيك والفنزويلا والآخر، ماشيين في التوجه هذايا، تلقى تعاونيات عائلية دايرين على 10 جاجات 15 جاجة يديروا تعاونية، نعم، عائلية، نعم، على 500 متر يغرسها اناناس ولا يغرسها الاخر دير تعاوني، يعني احنا هذا الحرف في، سامحني، حتى في فرنسا موجوده استاذ علاء، ولكن يعني ولكن بلك لي زيبر مارشي كيفاش يروحوا يجيبوا 10 بيضات منا 20 بيضه منا 20 بيضه في تعاونيات، يعني الياورت الفروماج، نعم، في المره الاخرى نشوف الزيت، نعم، الناس اللي يديروا التحويل تاع التغنوسول وكذا، نعم، هذوك لي بتيت كوبيراتيف وتبعث، نعم، النشاط نتاعهم، لانه علاش لحقوا ليهم محتاجوهم. احنا هذا النوع من للاسف ما حافظنا عليه الجانب السياحي، ما حافظنا عليه الجانب تاع مدخول الاسره والعائله. طيب وهذا خلل اليوم. نعاودوا ليك دائما استاذ علاء للديزيكيليبر، يعني اليوم رئيس الجمهوريه دار لابار تريو صراحه في القانون هذا، يعني ماشي غير في هذه، يعني فتح المجال على مصراعيه، على مصراعيه، صحيح. واكثر من هذا انه رئيس الجمهورية خرج في جولات مكوكية، يعني ويلا بليدي بور لا ديستيناسيون الجيري، يعني الوجهة الجزائرية مع دول كبيرة، يعني تركيا، ايطاليا، رئيس مجلس الاستثمار القطري اليوم موجود في الجزائر، نعم، وتلاقى، نعم، اليوم، نعم، اليوم. طيب الان هل ماكش متخوف انه هذا السقف العالي ما يقدرش يواكبه المستثمر في الجزائر اللي يعني بصراحة والف ما يرفد ما يحط، كما يقولوا عقلية الصندوقة هذيك، امبورتاسيون، بيع، ما نستثمر ما نكسر راسي ما والو. هل في تقديرك واش لازم يكون حتى ماشي غير نرفعوا المعنويات، حتى اننا نرفع من همم هؤلاء الناس؟ شوف الامر يتعلق بعقلية ايجابية. احنا الدولة واش مسؤوليتها؟ مسؤوليتها دير لك البيئة، نعم، توفر لك التشريعات والقوانين اللي تسمح لك أنك تشتغل. الآن لما يتوفر شيء ورينا حنة يديك، الأصل أنه ما نبكو على حتى واحد، نعم، الأصل أنه رأس المال الجبان، اللي يحب يجي يستثمر مرحبا، اللي ما يحبش يجي يستثمر كي اللي يجي يستثمر، نعم، هذا هو الأصل. أنت جزائري حبيت تغير العقلية نتاعك، حبيت تطور العقلية نتاعك، حبيت توصل إلى مستوى آخر من 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 الجانب الاقتصادي نتاعك، من النظرة الاقتصادية، حاب ماهوش فقط تحب تبيع غير الجو هذاك تبيعه غير هنا في البليدة، ولا تحب تبيع الكاطو في وهران، ولا تحب تبيع الشوكولا في تبسة ولا آخر. اليوم الحق الوقت أنك تفكر بمنطق بلاد اللي فيها تقريبا 3 ملايين كيلومتر مربع، وتفكر بمنطقة ربما قارة وربما قارات أخرى، صحيح. إلى اليوم تبقى فقط مغلوق عليك تنتج جونسيبانا ينطن جونسيبا دوكوا باش تبيعوا في الحومات، تبيعوا في الحومات صغار، وانت فرحان تقول أنا شوية اندستريال،
اونطران دو يعني دو باسي اكوتي رانا نجوزو هذيك نخلوها للناس الجدد اللي يجيو باش يعني يطلعوا وحده وحده. حنا اليوم محتاجين ناس اللي يدفعوا دفعا، واليوم ما عطاوهم تسهيلات تقدر تروح تجيب. شوف شوف اجراء كاين اجراء ربما ما نمروش عليه مرور الكرام، انه تجيب دي شين اندستريال ديجا يوتيليزي. هذا 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 حاجه كبيره، هذا امر كبير، لانك لما تروح للخارج لما تفاوض على اون شين دو 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 فابريكاسيون جديده وقديمه ربما تشريها 5 فوا مو لو بري، وهذا في حد ذاته استثمار، في حد ذاته نقص لك من تكلفه الاستثمار، وهذه مهمة جدا بالنسبة للمستقبل. طيب أستاذ علال، في هذه القضية هذه يعني كاين طريقتين للرفع من مستوى المستثمر في الجزائر ولا صاحب المال، ولا كاين طريقة ناعمة وكاين طريقة التحفيزات موجودة، ولكن هناك طرق الإلزام الناعم باش. هل في تقديرك المجلس هذا الوطني للاستثمار يكفي وحده دون مثلا عملية تكوين، دون حملات تحسيسية وإعلامية وغيره في اتجاه المستثمرين وكذا، باش المستثمر الجزائري صاحب المال في الجزائر يرفع من مستواه، يعني يطلع المستوى تاعه ويصبح يقارع ويقارن نفسه بالمستثمر القطري لما يأتي، بالتركي، بالإيطالي وغيره، يعني أنه نكتفي فقط بتأسيس يعني نوادي وتكتلات و انا نقول لك بانه الان ما اصبحش صعيب انك تنمي من قدراتك، خلاص لو موند اي توفر، العالم مفتوح، تقدر تكون، تقدر تطور، جامعه مفتوحه، هذا هو قريه وكانه رانا في حومه، يعني كامل الناس تعرف الناس الاخرى الانستون فورا واش يدير واش يتعمل كيفاش راه يتطور، ما اصبحش ممكن حتى حاجه سر. الان هذه ترجع لا فولونتي، يعني الاراده نتاع هؤلاء واولئك. هني قلت لك انا بالنسبه ليا بقات المنظومه البنكيه نتاعنا فيها مراجعه عميقه، بقات المنظومه نتاع النقل اللوجيستيك وكل شيء فيها مراجعه عميقه، قانون الاستثمار بالمشروع هذا اللي ربما راح يزيد، اكيد انا متاكد انه راح يزيد يتحسن من خلال البرلمان بغرفته، من خلال ربما قراءات اخرى نتاع الحكومه اللي من خلال تعالج بعض التفاصيل بالاستشارات اللي دارتهم. انا نقول لك بلي اليوم الحق الوقت ان الناس تروح تخدم، ما 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 نتوقعش انه الناس راح تزيد تستنى اونكور اون فوا باش الدوله دير يعني خطوات اخرى باش تزيد تحفزهم، وهما راح يطيحوا في هذيك الحكايه اللي قالوا دير كيما دار جارك ولا حول باب دارك. لما تولي نتايا اون فاس وفي المنافسه مع مستثمر اجنبي اللي يجيب يعني امكانيات كبيره وربما تكون عنده ارمادا تاع الاشهار، ويكون عنده لو لابيل تاع لا مارك، لانه غدوه مع المناطق الحره يفو ساتوندر باش الناس يجيو لي غروند مارك دو الموند راح يجيو الوجهه الجزائريه، لانه المناطق الحره كان دائما مطلب تاع الكثير من الشركات في العالم. الشركات في العالم هربت منا على جال 49 سيكونتيان، هذا شيء مفهوم. هربوا منا لانه التشريعات والقوانين تاعنا قاعده تباليه، هربوا منا لانه كانوا الناس ينيغوسيو او نون دو ليطا وهما ما يمثلوش الدوله. هذه كامل الشيء اللي كان اليوم ان شاء الله راح كامل المؤشرات هي تقول بلي صار ديسباري، يعني اختفت هذه المظاهر. مادام اختفت اليوم الناس راح تلقى روحها في مواجهه نتاع منافسه، اكون او لا اكون. اشكرك استاذ علال بوثلجة. الحديث على قانون الاستثمار لازم يطول ويدوم، لانه غالب هو متعلق بالامن القومي تاعنا، يعني تقول تكون او لا تكون. يعني اليوم احنا رانا دومور، يعني ظهرنا راهو في الحيط. بقالنا الا انه نتقدموا الى الامام ونتقدموا مع بعض، ولازم المشاركه تاع الجميع. انا غير المره اللي فاتت تاسفت كثير انه نلحقوا انه يعني نعزلوا مدارا وكامل، لانه ما قدرناش نتابعوا يعني باخره تجيب 75 فواياجور. صحيح. يعني علاش، لماذا السؤال يطرح، لماذا علاش الناس هذه ما تعملش، ما تقدمش الاضافه، ما تقدمش كل ما تستطيع، ما تحطش مصلحه الجزائر العليا فوق كل اعتبار. نشوف هذو الايامات مناشير الناس مش قادره تشري لي بي دافيون تاع الجيري، ومرات تشوف صور تاع طائرات جايه فارغه. صحيح صحيح. هذه كامل انا اقول لك انا كبرلماني كجزائري كمواطن كمسؤول تؤلمني، يغيظني الحال. وعلاش يغيظني الحال؟
لأن المشكلة هنا ما ولا في رئيس الجمهورية ولا في البرلماني ولا في الحكومة، راه في المسؤولين اللي راهم في القطاعات هذو صحيح. وعلى كامل المستويات، وهما جزائريين وربما تلقاهم ينتقدوا الوضع الجزائري وهما ما يشاركوش في تحسين الوضع. أشكرك أستاذ علا، الحديث معك شيق. كنا واحد الوقت كنا نقول واحد العبارة هكذا أنه كلمة زوج يقول لك واش خلاها لك باباك. نعم، هذه البلاد هذه خلاها لي بابا، رزق بابا. رزق بابا لما نقول على بابا معناها أجدادنا أسلافنا اللي ضحاوا على هذه البلاد هذه وعرقوا عليها إلى آخره. إذن مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، سعيد دائما بخدمتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله. إلى ذلك من حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.